رجعنا لكم مره تانية في استوديو كلام البنات، ومعايا دلوقتي ملكه جمال المحجبات جنى يحيى، هي اللي فازت بلقب المسابقه اللي شاركت فيها بالصدفه. هنعرف ازاي شاركت في المسابقه وايه الكواليس اللي كانت بالنسبه لها صعبه، وهنعرف كمان اكتر عن حياتها المهنيه. فخليني ابدا معاها الحوار. برحب بيك يا جنى. اهلا بيك يا حبيبتي. الحمد لله. الف مبروك على اللقب، اكيد لقب يعني مهم جدا في حياتك انك تاخدي ملكه جمال المحجبات. بس في الاول كده عرفيني وعرفي الناس ازاي شاركتي في المسابقه. بصي، عايزه اقول لك زي ما انت قلتي هي جت بالصدفه جدا يعني. بصي يعني اشيل التاج ونتعامل. شكلك حلو بالتاج قوي يا جنى. انت طب خلاص شيليه. اوكي تقيل مش كده؟ فعايزه اتعامل معاكي. بس بصي، هي جت بالصدفه جدا يعني. انا ما كانش خالص موضوع المسابقات ده في دماغي، فكنت في مهرجان بغطيه تبع شغلي ان انا صحفيه. انت اصلا صحفيه؟ مراسله. فقابلت حد هناك فقال لي انت ميس حاجه، فلا طيب في ميس حجاب. بس انا كنت عارفاها يعني، انا عامله فولو لاي محمود صاحبه المسابقه. فحتى وهي بتعلن ان الموضوع بيقترب انا ولا في دماغي، عارفه اللي هو لا برضو. فلما الشخصيه دي قالت لي يعني، فقلت طيب افكر. فلما خدت راي اللي حواليا فقلت طيب وليه لا، فخدتها كنوع من انواع عارفه الاكسبيرينس طبعا. بس فجت من هنا بقى. تجربه طبعا اكيد جميله. مش كده؟ طب ازاي انت كنت متوقعه ان انت ممكن تفوزي باللقب ده؟ بصي يعني لا، عشان احنا فعلا انا بشوف ان كل بنت ملكه طبعا. فاللقب هو لقب، انت بس بتمثلي البنات او يعني اللي هو فئه معينه اللي هم المحجبين مثلا. فالبنات اللي كانوا معايا بصراحه هم كمان ملكات، واحنا كان بينا روح حلوه جدا جدا جدا. فاحنا حتى لحد دلوقتي بنتكلم مع بعض اللي هو انت ملكه وانا ملكه وكلنا ملكات. انت خرجتي كمان المسابقه معاكي اصدقاء جدد بجد يعني. يعني دول فعلا مكسب، مع اي محمود، مع اسماء، مع ناس كتير اللي هم كانوا منظمين الحفله. فدول كانوا فعلا مكسب حلو ليا. كان في وصفات؟ في وصفتين، امنيه ونورهان، وصفه اولى ووصفه ثانيه. وهم بس انت بقى اللي فزتي باللقب يعني. طيب بتبقى الدقايق اللي قبل اعلان فوز ملكه الجمال بتبقى دقايق صعبه جدا على كل الموجودين، فكلميني عن احساسك. نبضك وقلبك كان عامل ازاي وقت ما يعني قبل ما يعلنوا النتيجه بدقايق صغيره؟ بصي، حاسه اللي هو عارفه انت ايدك بدات تسقع، اطرافك عارفه اللي هو بالرغم ان انت ما كانش هدف بالنسبه لك يعني، حتى لو ما كنتيش خدتي لقب ما كانش هيفرق معاكي لانك ما كنتيش حاطه اللقب قدامك هدف. صح، بس برضه انت خلاص انت واقفه على الستيج، فانت خلاص انت في الحدث نفسه، فلازم تكوني برضه يعني اللي هو ايه، متوتره مع خايفه مع مرعوبه، مع ان انت بتمهدي لنفسك لو مش انت فهو عادي. بس انت هعمل ايه طيب؟ بالظبط. فكان طبعا عارفه اللي هو يعني فضل دقه وخلاص القلب هيقف. بس صعبة. ولما كمان ندهوا اسمي عارفه اللي لاحظه لو انا جنه قالوا جنه وانت برضو لسه لسه ما وصلش عندك. حاول اتوقع. لسه ما وصلش الاسم. حد في ايرور حصل كده اللي هو انا جنه. فبدات ابص على ماما لقيتها لا بتسقف وبتنطط. انا شايفه مامتك معاكي في الصور. كمان اكيد بتطمنك كانت وهي موجوده. هو وجودها مهم طبعا بالنسبه لي بصراحه. الكواليس اللي محدش بيعرف عنها حاجه تقريبا بتبقوا انتوا اللي عايشينها لحظه بلحظه. قعدتوا قد ايه جوه؟ كان في اعتقد بيبقى معسكرات، كنتوا قاعدين جوه مكان مغلق كده الفتره. قولي لي المكان ده قعدتوا فيه قد ايه؟ الكواليس بينكم كانت شكلها عامل ازاي والاستعدادات والحاجات دي كلها؟ بصي، هو الكامب كان يوم واحد، عشان ايه صاحبه المسابقه كانت جدتها توفت نفس يوم الكامب، فحصل دروبات كتير. فكان يوم واحد بس مكثف يعني، من اول اليوم لحد اخره احنا في الكامب ده. مننا طبعا ناس باتت في الفندق وناس مشت. كان يوم لطيف مليان بستيشن. اتصورنا احنا. بصي زي ما قلت لك احنا بينا روح جميله جدا، فكان مش بالنسبه لنا بقى ده كامب واحنا في مسابقه. ايه ده؟ والله انا دايما بقى يعني بسمع يعني من تحت لتحت كده من تحت الترابيزه انه دايما في المسابقات دي بيبقى في نوع من انواع بيبقى في روح حلوه، بس بيبقى اللي هو انا اللي عايزه افوز. بصي، هو اي حد منافسه شريفه يعني. خلينا نقول اصل اي حد هيبقى عايز ياخد اللقب او ياخد مسابقه هو فيها، اصل احنا داخلين ليه؟ صح. بس اي حد هيبقى عايز كمان ينجح. فبس هي الفكره، انت بتحبي لي الخير ولا انت يعني عامله كده قدامي؟ فاحنا كان لا، كلنا متفقين ان احنا بنحب الخير، واللي هتكسب احنا بنساندها واحنا بندعمها. طب حلوه جدا. هل كان في لحظات صعبه عليكم جوه الكامب ده اللي هو لمده يوم تقريبا؟ بصي، هو اكيد كان في ستريس اللي هو يعني انت برضو سيشن، وبعدين انت يعني التحكيم مش بس في يوم الفاينل، لا يوم الكامب انت قاعده ازاي، بتتصرفي ازاي، وقتك انت قد المسؤوليه، انت شخصيه مثقفه، ما كل ده كان بالنسبه لك بوينت انت بتاخديها. فانت برضو كان عليك ستريس ان انت واخده بالك من تصرفاتك، مش عايزه اقول متراقبه، بس انت اللي انت بتعمليه ده انت بتاخدي عليه درجات مثلا. طبعا انتوا بتاخدوا درجات من جوه الكامب من اول يوم في الانترفيو.
مش فاينل بس يعني خالص. يعني كل نفس انتوا بتاخدوا عليه درجات. بالظبط، اصل يعني عارفه اللي هما بيحكموا عليكي من حاجات حتى صغيره، مش بس انت من بره ايه او انت بتعملي ايه. اكيد الشكل ده له درجات، بس كمان في حاجات تانية بتثقل بقى الدرجات بتاعتك. بالزبط. دي من تصرفاتك وعلاقاتك والحاجات دي. صح، يعني هو مش في الاول، يعني هو مش اول حاجه بس هو في الاولويات كمان. في حاجات اهم من الشكل يعني. طبعا اي المعلومات والثقافه واللباقه والشياكه والحاجات دي كلها طبعا. التجربة دي أكيد بعد ما قبلها ما كانش فيه مسؤوليات عليكي، لكن بعدها بقى فيه مسؤوليات. إيه المسؤوليات دلوقتي اللي موجودة على جنة والمفروض أنها تلتزم بيها وتمشي عليها؟ طبعا انت الناس يعني فاهمه مركزين معاكي قوي، يعني انت الاعلام دلوقتي مركز معاكي طبعا. دي حقيقه. والناس كمان على السوشيال ميديا يعني اللي هو مستنيين غلطه. في ناس بتبقى قاعده مستنيه لك غلطه، صوره مثلا انت واخده وضعيه معينه، الصوره دي ما كانتش ينفع الباباراتسي طبعا. وفي ناس لا بتبقى وراكي ومعاكي حتى لو مش يعرفوكي، فالناس دي بتبقى لطيفه قوي. عليا مسؤوليه طبعا ان انا برده وانا ماشيه في الشارع ممكن حد يعرفك، فبرضه بتبقي لازم تاخدي بالك من تصرفاتك وانت ماشيه وانت بتتكلمي، طريقه الكومنتات. لو انت حد عامل كومنت مش لطيف برضه لازم تتكلمي بطريقه لطيفه جدا، فبيبقى الحوار اللي هو تاخدي بالك من كل حاجه بتعمليها. مفيش بقى استعداد مثلا لمسابقه ملكه جمال المحجبات للوطن العربي مثلا تكون موسعه اكتر بره مصر؟ في العرب. ملكه جمال المحجبات العرب منال هي اللي واخداها. هل دي ستاب تانية غير الستاب الأولانية اللي انتوا خدتوها في مصر؟ هي أكيد يعني هتتصعدي ليها المفروض؟ لا مش لازم أتصعد، يعني دي بتبقى على حسب أنا عايزة إيه. بس هي بصراحة ما فكرتش بقى أن أنا ممكن أخش مسابقة تانية دي، حاسة أني حابة أسيب الفرصة لناس تانية ياخدوا التجربة تاني. أنا عايزة أقول للناس أنه جنة بتعرف تلعب كرة قدم كويس جدا، فكلميني ازاي مين دربك بقى ولا ازاي حبيتي كره القدم اصلا؟ بصي هو انا مش بروفيشنال فيها، بس انا حاجه بحبها وانا بحب الكوره جدا جدا جدا. بتشجعي يعني كوره كمان؟ بتشجعي ايه بقى؟ اهلي. اهلي. عادي يا جماعه، العادي يعني خلي في الروح رياضيه يا جماعه. بتشجعي الاهلي ومين بقى؟ هل عندك فريق برضو ريال. عالمي بتشجعيه؟ ريال مدريد. طب هي رياضيه كمان، بتعرف بتفهم كمان في الكوره العالميه. والله كويس. اصل انا صحفيه رياضيه. في عثمان بيقول لي ان الاهلي والزمالك هيبقى يوم 30. ده اكيد ماتش هيبقى قوي جدا. بصي احنا عايزين نتفرج على كوره في اليوم ده، مش مهم بقى مين ياخد يعني يطلع الماتش كسبان منه. لا مهم. مهم. لا يعني بصي هنلعب كوره حلوه ان شاء الله من الفريقين. تتوقعي مين يكسب؟ تتوقعي كده مين يكسب؟ اهلي طبعا ان شاء الله. وانا كمان بتوقع، بس الكوره لاخر ثانيه انت ما تتوقعيش برضو مين فيهم ممكن يكسب. لا وانت عندك كمان الزمالك عامل موسم حلو، يعني الحوار مش جاي معاه باي لك خالص. دي صوره ليكي وانت في الاستاد. كنت في ماتش السله فقناه الاهلي جابت اللقطه عليا. بس ما شاء الله عليكي، انت زي القمر يا جنى، على فكره تستاهلي فعلا اللقب حقيقي. انت اللي زي القمر والله بجد، والتاج عليكي شكله حقيقي زي ما يكون متفصل عليكي بجد من كتر جمالك فيه وجمال اخلاقك وروحك كمان. على فكره يا جنى ما شاء الله عليكي، ربنا يخليكي لمامتك. مامتك برده ست جميله، انت طالعة شبهها على فكرة. بس العين من بابا. العين من بابا. انت عليكي ملونة اصلا، دي مش لانسس. لا انا عندنا بنات جميلة ما شاء الله، والتاج عليكي يجنن. لولا ان هو تقيل انا كنت هخليكي تفضلي لابساه، لانه شكله حلو قوي عليكي. يعني ميرسي، ربنا يخليكي. انت كنتي صحفية ودخلتي تجربة جديدة عليكي وهي تجربة ملكة جمال المحجبات، وعندك أحلام تانية كتير. عندك عايزة تبقي مذيعة رياضية. صح. طب هل بدأتي فعلا تقدميه؟ بدأتي تاخدي كورسات؟ يعني كلميني عن الحلم ده، بدأتي فعلا تنفذي فيه حاجة؟ بصي هو أنا لسه ما بدأتش كورسات، بس جالي كذا فرصة. بس طبعا كنت بسمع كلمة أنت مش في الأولوية عشان الحجاب ده عائق، والشوية ليه شروط أن أنت يكون مثلا بنت مش محجبة. بس دلوقتي انا بشوف بنات محجبات بيطلعوا في التلفزيون وبيذيعوا. بصي هي الفكره ان هم كمان ظهورهم محدود، يعني هتلاقيهم شويه في الاخبار، هتلاقيهم شويه على قنوات معينه، فما شفتش لسه الرياضيه. هم اساسا كمان ان انت تكوني مذيعه رياضيه دي شايفين انت في مجتمع ذكوري، فالولد هيبقى فاهم اكتر. كان انت على جنب دلوقتي. ده انا كنت عامله فقره هنا في كلام البنات من قريب. كان معايا بنتين، البنتين دول كانوا بيشجعوا كرة طبعا المحلية وبيشجعوا الكرة العالمية. لو تشوفي المعلومات اللي عندهم بجد، انا حاسه ان انا كنت قاعده جنب اتنين ولاد بيعشقوا الكوره. فلا مش شرط النهارده، انا بشوف ان البنات كمان بقت متعلقه جدا بكره القدم. دي حقيقة فعلا. لو عندك بنت صغيره ممكن تخليها تخش تلعب كوره؟ يعني انا اساسا بالنسبه لي لعيبه الكوره اللي انتوا بتعملوا حاجه انا بحبها جدا يا جماعه. انتوا بتعملوا دي شويه صور دي هنا يوم الكامب، هنا الفاينل.
ماما. ودي صور وقت الكامب برضو، بس كنا الصبح يعني. الله، حلو قوي الفستان بتاعك. مين صمم لك الفستان؟ ده مودة دعاء. هي الاتيلي بتاعها هي بصراحة جميلة قوي، هي اللي كانت عاملة دريسات كل يوم الفاينل. شكلك حلو قوي في الفستان كمان. ميرسي يا حبيبتي. وبعدين ناوية تعملي ايه طب الفترة اللي جاية؟ انت خلاص دلوقتي وشك بقى معروف، ولسه كمان الاعلام هيظهرك اكتر الفترة اللي جاية، واحتمال تكوني وجه اعلاني لحاجة معينة، وخصوصا انك محجبة، ففي نقص شوية في انه حد يكون له وجه اعلاني معروف. لو اتعرض عليكي مجموعة من الاعلانات شوية ممكن تكون ليها علاقة بشكل البشرة، مش عارفة ايه الحاجات دي، توافقي انك تعمليها وتحبي انك تعمليها؟ اعلانات يعني، بس انا التمثيل مش في دماغي يعني. حتى لما رحت كذا انترفيو واللي هو احنا ما عارفين ان ميس حاجه دي، في الاخر بتتجه للتمثيل شويه. مش لاقيه نفسي يعني. عاده بتكون وجه اعلاني وبعد كده برضو بتكون ممكن تتجه للتمثيل او للاعلام. وانت كمان نفسك تكوني مذيع، فهتبداي ان شاء الله تعملي انترفيوهات الحاجات الفتره اللي جايه. ان شاء الله يعني. انا ناويه بقى اللي هو بعد ما اهدى شويه كده اللي هو ابدا بقى اركز في الهدف اللي انا عايزاه كشخصيتي يعني، اللي انا عايزاه شخصيا، وان انا اكون مذيعه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. واشوف برضه انا هقدر افيد ايه وايدي فيها ايه، واعمله بقى للي حواليا كمان يعني. مش عايزه بس اللقب يكون مختصر عليا انا بس. على الجمال وفقط يعني. طب انت نقطه التحول من صحفيه، والصحافه دي بيبقى شغلها شغل صعب شويه، عايز وقت ومجهود، وتنزلي تعملي انت كمان مراسله يعني، اصلا نزلتي للشارع وبتعملي انترفيوهات والحاجات دي. نقطه التحول بقى من هنا لملكه جمال، كلميني عن نقطه التحول دي في حياتك. بصي، انا مقتنعه ان البنت يعني ما تبقاش برضو يعني، هو الحقيقه مطلوب، بس هي برضو تكون جريئه يعني، مثلا مش بس الشغل للرجاله وبس. فانا بالنسبه لي الاثنين هو مش راكبين مع بعض، بس بالنسبه لي الاثنين لا لطاف يعني. سواء هتكملي يعني صحفيه لسه؟ انا زي ما انا يعني، مش هتجي بس في طريق تاني، لا انا الطريقين. حتى الناس شايفين زي ملكه جمال محجبات، وزي صحفيه رياضيه وملعب، وتكوني عارفه عندك الباور انك تعملي كل ده، فليه لا؟ فليه لا؟ صح يعني. انت ما شاء الله عليكي مراسله شاطره، صحفيه شاطره، كمان حصلتي على لقب ملكه جمال المحجبات، واكيد لسه عندك طاقه تعملي حاجات تانية جنبها. صح. انا بشوف بنات ما شاء الله بيعملوا الف حاجه مع بعض يعني. انا بقى بحب البنات دي جدا، وانا منهم، ان هو ليه امشي في طريق واحد واركز في هدف واحد، لا ممكن كذا هدف وان شاء الله اوصل يعني. ايه الشروط اللي كانت موجوده وبصرامه في ملكه جمال المحجبات؟ ان هي تكون عندها لباقه ومثقفه، ثقة بالنفس. كان السن برضو اللي هو من 20-33. يكون معها لغة، مستحب لغتين. عندها هدف، مش بس هو اللقب هتاخده فهتقعد بقى انا كسبت ايه وقعدت. ايوه، ما هو دايما بيكون في مسؤوليات على ملكه الجمال بتكملها بعد المسابقه. بالظبط. كان ايه بقى مسؤوليتك؟ هل كان عندك مشروع او مبادره او حاجه؟ هو كان كل بنت ليها هدف طبعا بتقدمه ساعه الكامب، بس خليني اخرج بره شويه عن الهدف ده. انا يعني زي ما كل مره بقول ان انا عايزه اي طريق كويس انا ليا بصمتي فيه، مش بس مركزه على حاجه واحده وخلاص يعني. في حاجه خاصه بمشوارك انت؟ لا مش شرط يعني. انا مثلا اطفال الشوارع في دماغي جدا، ايفنتات للبنات، ان احنا لا نوصل بهدفنا. ان بصي احنا اكيد بنتعرض يعني، بنشوف عوائق كتير، بنتعرض ليها، بنسمع كلام كتير جدا يحبطنا، وان انت بنت فاقعدي في البيت، البنت ليها بيتها. ده كان زمان. فكان زمان، ما بقاش فيه دلوقتي. بس في نسبه صغيره، فحتى الشويه الصغيرين دول لا يعني، ما تحطوش كده في دماغكم يا جماعه. الف مبروك تاني مره ليكي يا جنة، وان شاء الله اشوفك المره اللي جايه وتكوني حققتي على الاقل جزء كبير من احلامك، ونتكلم عن المشوار ده هتعملي فيه ايه. ميرسي جدا ليكي يا جنة. ميرسي ليكي ان انا كنت معاكي النهارده. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. مشاهدينا، كان معانا جنة يحيى، وهي ملكه جمال المحجبات. قد ايه جميله، وقد ايه روحها حلوه ومثقفه، وعندها احلام كتير قوي ان شاء الله تحققها. كلام البنات لسه ما خلصش، بعد الفاصل هنتعرف اكتر على روتين اليوم للحفاظ على نضاره البشره والشعر. استنوني.